بنجدد الترحيب بحضراتكم في فقره اكثر من رائعه، فقره ملفته للغايه زي ما حضراتكم شايفين كده، تولز وادوات كتير جدا قدامنا. الفقره دي احنا خصصناها للخط العربي، وبيسعدني وجود المتخصص والفنان، انا بتوع الخط العربي دول بقول عليه الفنان ما بقولش عليه الاستاذ، الفنان الاستاذ رضا الانور، منور الدنيا كلها. ده نورك، واهلا وسهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين كلهم. سعيد بحضرتك جدا، وعايز اخلي الفقره دي امتداد. ناخد بس من الفقره اللي فاتت حاجه مهمه قوي. عجبتك الفقره اللي فاتت؟ جميله جدا، وفي لحظات شفت اندي كنت هبكي فيها لما مامتها اتصلت بيها وبتقول علاقتي باخواتي هم ساعدوني هم كتير. هم عيله محترمه وعيله جميله. في بعض الاخوات بيبقى في تنافر ما بينهم، وده مش عايز يتفوق وده بيغير من ده، لكن دي ضربت مثل جميل قوي لتعاون الاخ مع اخوه، الاخت مع اخوها، وهكذا. جميل. أندي فوست الحوار الممتع اللي كان معاها في الفقرة اللي فاتت اتكلمت وبتقول يعني أنا بوجه ندائي لكل الناس، مش معنى أن التليفونات ظهرت ومش معنى أن في آليات النهاردة للقراءة غير الورقة والقلم أو بطريقة برايل اللي هي الطريقة التقليدية اللي احنا بنستخدمها، مثلا احنا يعني بنستخدم الورقة والقلم، هم بيستخدموا الورقة والقلم برضو في طريقة برايل، لكن هي رافضة التكنولوجيا. قالت أن أنا مش رافضة التكنولوجيا، ولكن رافضة أن احنا نمسح الورقة والقلم او نمسح الاسلوب التقليدي. النهارده بقينا نشوف اولادنا خطهم وحش جدا من كتر استخدامهم للكيبوردز والتكنولوجيا الجديده، بقينا بنكتب العربي بالانجليزي، ما بقاش في طفل النهارده ولا حد عارف حتى يكتب اسمه بخط كويس. بقينا بنواجه مشكله الخط السيء اللي بعد كده بيعرضنا لمشاكل. مثلا يعني تخيل مثلا كطالب ان حضرتك المصاحب بتاعك ما عرفش يقرا الاجابه بتاعتك لان خط حضرتك وحش. فدي موضوع مهم جدا، من خلال هذا المنبر بأكد على أهمية الخط العربي التاني يرجع بقوة للمدارس مرة أخرى، والاهتمام بيه يكون اهتمام كبير. عايز أسألك سؤال النهاردة في ظل التكنولوجيا الجديدة، والنهاردة بنشوف الكمبيوتر بقى بيكتب الخط اللي انت عايزه، وتقدر تدخل على الوورد وتختار الشكل الخط اللي يعجبك. تمام. شايف ده أثر على فن الخط العربي وخلى المريدين بتوعه أقل، ولا شايف ان في يعني توازي بين الاثنين؟ انا شايف ان التكنولوجيا خدمت الخط العربي ما ضرتوش، ولكن اللي غزة التكنولوجيا بالخطوط العربية أساء للخط العربي. إن قواعد غزاه بخط الرقعة والنسخ وديواني، اتفرج على الفرق بين الخط اللي بنكتبه بإيدينا والخط اللي التكنولوجيا اتغذت بيه، سيء جدا، قواعده بايظة خالص. لكن لو لجأوا الأستاذ ومتخصص في فن الخط العربي إنه يغذي التكنولوجيا الحديثة بالقواعد وأسس الخط العربي، كانت الدنيا هتختلف تماما، كان هيطلع شكلها أزرق. أجمل. على فكره الموضوع ده بيحصل بابديت في ويندوز، يعني بابديت، يعني مش معجزه. الحاجه يعني الثانيه بابديت في الوورد بس، مش معجزه يعني. الحاجه الثانيه كفنان خط عربي بحب اعمل عمل فني اعرضه في معرض من تصميمي الشخصي، ان انا بستعمل اجيب ورقي وادواتي وقلمي الرصاص والاستيكة والمسطره الادوات المناسبه، اعمل تصميم اللي يعجبني اللي استريحت له اقعد فيه فتره طويله، وعايز اعمل له اخراج بقى الجا للتكنولوجيا، ابتدي اخده اسحبه اسكانر، ابتدي اظبط النسب بتاعته لو فلتت ايدي منه شويه، واطبعه او اسحبه تاني اوت لاين، وابتدي احبر فيه والون واحط الواني الجواش يعني ولمستي، ترسم بقى اعمل الخلفيه المناسبه، اعمل الاوت لاين، اعمل البرواز، اعمل الشباك، وبنقدمه للجنه توافق عليه، يتعرض في معرض ملايين الناس بتشوفه على في المعارض وفي القنوات وفي الاماكن دي. طيب انت لفت نظري لحاجه مهمه جدا وانت بتتكلم، ان في اخطاء اصلا في الخط العربي في الكمبيوتر، يعني الرقعه والنسخ والديواني والحاجات دي. تمام. السؤال هنا وانت بتقول انك انت وانت فنان كمان بتراجع ده عند متخصص قبل ما يتعرض. بالظبط. يعني اذا ليس كل ما هو خط جميل قواعده مظبوطه، يعني مش كل واحد خطه حلو ده معناه ان القواعد مظبوطه. الخط لازم نرجع للمراجع برضه. طبعا. استاذ الخط مخفي في يد الأستاذ. يعني لازم تشوف أستاذك بيكتب إزاي، بدأ الحرف منين وانتهى فين،
عشان تعمل زيه، لان انا شفت اولاد من اللي بيعلمها الخط بيبدا الواو من تحت وبعد كده يعمل الرأس بتاعته. ده اسمه كلام ده. فابتدي انا احط ايديه الصح. جيل حسن شاكوش ده. ده شاكوش شاكوش جدا في دماغنا كلنا. مسمار. اللي بقول لحضرتك ان لو واو من تحت دلوقتي بتتكتب ما شاء الله. اللي بقول لحضرتك ان التعليم في الصغر كالنقش في الحجر. طبعا. لو انا والطفل الصغير عامل زي الزرعه الصغيره، بمناسبه ان احنا في قناه مصر الزراعيه، نبت لو رعيته ورويته صح هيرعرع ويبقى جميل. جميل. انا عايز ارجع بيك بقى للتاريخ لورا خالص 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 كده، ونرجع للفتره اللي ابتدى فيها فن الخط العربي. ابتدى امتى؟ ما هي كانت ادواته؟ كانت ايه احباره؟ كان شكلها ايه؟ الورق كان شكله ايه؟ أيوة. الادوات كان شكلها ايه؟ ارجع بيا كده من اول الفن ده ما طلع. لو هرجع، فن قديم له تاريخ عظيم قوي، ونشأته في مدينة الأنبار والحيرة في العراق، وشبه الجزيرة العربية وشمال إفريقيا وبلاد الشام، اليمن وسوريا والأماكن دي، ثم القاهرة الفاطمية، ثم الكوفة، منها الخط الكوفي. الأدوات الخط عبارة عن، بدأوا زمان بالريشة وبالبوص وبالقلم البسط. نشوف كده في اسمها ايه، ألف ليلة وليلة. ألف ليلة وليلة، الريشة اللي طالعة وريشة ومشطوفة مقطوطة قطة زي ما احنا معانا الأدوات. ده هنتفرج دلوقتي. الخط طبعا مهم جدا انه يتكتب على ورق، في أنواع ورق كثيرة، أهمها الورق الكوشيه الناعم اللي ما بيشربش الحبر. ما بيشربش الحبر، لان لو كتبت على ورق A4 بتاع التصوير ببتدي الحرف قبل ما اكمل نص الحرف، الورق ينشع. بيشرب ينشع وبيشرب مني الحبر اللي في البوصة. لكن على الكوشيه بكمل الحرف كله بلمسة واحدة من الحبر. اوكي. مع ان انا تخيلت ان الورق اللي هيشرب الحبر مش هيسيل، وان الورق اللي مش هيشربه ده هيخلي يعمل قطرات كده وهيضايقنا قوي في النشفان. ده يعني غيرت لي مفهومي. لا، وفي الورق مقهر بيتعمل عليه لوحات، بيعالج بحاجات طبيعيه من الطبيعه، من الزرع. النشا بنستعمله، زلال البيض والصمغ العربي بنستعمله عشان اعمل تقهير للورقه تعيش معايا فترات طويله، واكتب عليها، ممكن اقشط لو في خطا حصل وعيده تاني ما يتأثرش الورقة منه خالص. ممتاز. ويعيش سنين طويلة، ألوف مئات السنين. طيب هسألك سؤال برضو سألته الأندي دايما. كل فئة كده متخصصة بتلاقيهم دايما بيدوروا على العدة بتاعتهم. أيوة. نلاقيها فين؟ أيوة. وده السؤال بقى. أنا بقى النهاردة لو يعني هاوي الخط العربي أو عايز أعلم ولادي الخط العربي، عن زازة اللي جيب لهم تولز أدوات، ألاقي الأحبار فين ولاقي الرياش فين؟ يعني وكمان حضرتك ياريت تشرح لنا الحركات اللي أنت جاي بيها ده. في أحبار جاهزة بتتباع في المكتبات بأنواع كثيرة وبلدان كثيرة مصدرها لنا. بالنسبة للبوص والحبر، أنا بصنع أدواتي بنفسي. أنا بقول لك أنا مبتدئ. يعني راح عليا كده وقول لي أعمل إيه، أروح عند مين، ولا بتتجاب منين، فأنا محافظة في مكتبات فيها الأدوات دي، المكتبات الكبرى، لأن مش كل الناس. طب في تجمع للمكتبات دي في منطقة معينة؟ في الحسين، في شارع المعز. أيوة. يعني انزل، احنا طبعا ما نقدرش نقول اسامي. انا مش عايز اقول اسامي. لكن هنروح الحسين نسال. هنوصل، وممكن تتواصلوا معايا وانا اخدكم واديكم اي حاجه انتم عايزينها. محتاجينها في الحسين وفي المنطقه دي، هنلاقي العده دي موجوده. اي حاجه محتاجينها للادوات، للتعليم، للاساتذه، اوصلكم بيها للمعارض ان شاء الله. عندنا باذن الله اخر الشارده في محافظه الغربيه، في ملتقى الخط العربي في قصر ثقافه طنطا. وان شاء الله في مارس بعدها بكم يوم ملتقى القاهره الدولي للخط العربي. طب انا عايز اسالك سؤال. بما ان انا مش متخصص، انا بالنسبه لي واحد كم مش متخصص، اي حد اشوف خطه حلو هقول عليه خطاط وبرافو وتسلم ايدك وايه الحلاوه دي. تمام. انت بقى الوحيد اللي هتقدر يعني ايه تقول لنا هل كل الناس اللي خطها حلو خطاطين، ولا في ناس مدعين وفي ناس افقين وفي ناس مش حقيقيين؟ هل برضو الشغلانه دي برضو فيها ناس فيك ولا ايه؟ الخط العربي طبعا الناس بتعتبره
فرشة وبوية وسلم وليافطة ويافطة. لا، الخط العربي فن راقي، فن جميل، من أرقى أنواع الفنون الإسلامية، زين به المساجد والمتاحف والكنائس والقصور وتركيا وبعض البلاد الشرق آسيا، تايلاند، تايوان، مهتمة جدا بفن الخط العربي، حتى الصين كمان. والصين، أنا سافرت الصين، كنت بعمل ورشة للخط العربي تبع وزارة الثقافة، في تلهف لتعلم فن الخط العربي. والحمد لله ربنا وفق وقدرنا نوصل الرسالة. أنا بس سؤالي لحضرتك، يعني أنا بسمع في مطرب بيقول أنا مطرب، وفي مطرب مدعي، في فنان ممثل، وفي فنان مدعي يعني أو بيمثل صحيح لكن بيمثل سيء جدا يعني. هل برضو في خطاط كويس وفي خطاط مدعي؟ في، من ناحية أن الخطاط الكويس متأثر قوي بالأصالة وبأستاذه، وبيفتخر أنه يذكره في كل الأماكن ويقول أنا تعلمت على إيد الأستاذ فلان وهكذا. في خطاط فجأة بيظهر على الساحة، بيستعمل التكنولوجيا الحديثة في تركيب لوحات معينة ويعرضها في معرض ويقول ده من إخراجي، ولكن بيبان أول ما الأستاذ المتخصص بيشوفها يقول لك دي تركيب أو معمولة ببرنامج اسمه كالك أو معمولة ببرنامج كذا، فممكن تحجب من العرض أو ممكن تهمش أو نلفت نظره أن يعود إلى الأصول ويعود إلى الحرف الصح لاستعماله وإخراج لوحة من مجهوده ومن عمله. أنا وإنت اتنين خطاطين وبنتخانق على حرف قاف دلوقتي بقى بيتكتب إزاي، مين المرجعية بتاعتنا في مصر؟ في أمشق مشق، يعني كتاب صغير في أسس وقواعد الخط العربي كويس، عملها أستاذ قديم من 80 سنة، من 70، من 60، من كده يعني. ده لازم يبقى تحت معايا في إيدي أتحرك بيه في كل مكان. لو أنا بحب اسمه إيه؟ أمشق؟ مشق، أمشق، أمشق الخط العربي في كل أنواع الخطوط. ده هنلاقيه في دار المعارف مثلا، هنلاقيه في أي حاجة؟ والله ممكن تلاقيها. اسمه كتب أمشق؟ أمشق، أمشق، الخط العربي، مشق الخط العربي، وده بيبقى موجود كمان عند المتخصصين في بيع أدوات الخط العربي. هنلاقي الكتاب ده عندهم؟ هتلاقي. برافو، حلو قوي، تمام. ماشي. حضرتك فبلجأ لأسس وقاعد الحرف، إيه اللي بيكتب فوق السطر، إيه اللي تحت السطر، إيه الفرق بين النسخ وإيه الفرق بين الرقعة، إيه الفرق بين الديواني، في خطوط درجة إحنا بنستعملها في حياتنا اللي هو النسخ والرقعة، لكن في خطوط صعب ان احنا نستعملها في حياتنا زي الديواني والثلث والكوفي والفارسي والاماكن. فانا بهتم بالخط الرقع والنسخ عشان اعلمهم لاولادنا والاجيال الطالعه الناشئه ان شاء الله، علشان امتحاناتهم. وبيجي لي طلبه من سنه وعام زعلانين قوي من سوء خطهم، لان لو نقص 5 درجات هو عايز يروح طب هيروح علوم، لو عايز يروح هندسه هيروح تجاره، لا بسبب 5 درجات نقصهم او هكذا. فاحنا بنقول حسن الخط من حسن الخلق، الخط بالزبط. الحسن يزيد الحق وضوحا. كل بقى زملائي في الكنترول دلوقتي كلهم راكبين في ودني وكلهم عايزين يتفرجوا بقى، اشرح لنا كده. حاضر. الموضوع من اول وريني بس الحبارة بتاعتك ديت. تمام حضرتك. طيب. بصوا بقى الجمال والابداع. الحبارة ديت كده باينه، الحبارة ديت مش ازازة فيها حبر، ده اللي انا فهمته. يعني هي مش ازازه فيها حبر بالمناسبه، هي ازازه فيها من الخيط ده عشان الحبر ما يسيلش. يعني على مهلك، على مهلك، معلش معلش، على مهلك شويه، لكن هو بيحفظ ده من يعني ان هو حتى لو مالت كده ما ممكن اميل. ايوه، يعني في من الخيط الحرير دوت موجود عندنا، هو في من الخيط الحرير ده عشان مزود انا الحبر شويه عشان اكتب بس. ايوه طيب، نبتدي بقى نتعرف كمان على الريشه ومواصفات الريشه. ازاي بتقول ان في ريشه حلوه وفي ريشه يعني في قلم اسمه قلم تومار، ده مصنع من الخشب الزان والسن التومار، ده نوع من انواع الخشب. ده اليد من الخشب الزان بمقاسات مختلفه، اوكي، 8 ملي، 7 ملي، 6 ملي، 2 ملي، عرض الريشه. عرض الريشه. طب وزاويه القطشه دي كده؟ الزاويه دي بتبقى بميل تقريبا 45 درجه تقريبا. يعني ممكن تزيد شويه تقل شويه حسب نوع الخط برضك. في خط تميل قوي القلم، في خط يعتدل معاك شويه. طيب احنا عندنا خشب زان وعندنا البوص. تمام، البوص البلدي وفي البوص الاسكندراني صلب جدا. يا اسكندراني الله يخليك كده.
اسكندريه. ايوه بيبقى صلب. حضرتك حتى لو شفت الفرق بين الاثنين، بين ده وبين ده، ده خفيف هش، لو انا دوست عليه كسر، لكن ده صلب لو بيعيش معايا فترات طويله. انتوا عارفين ده البامبو صح؟ البامبو ده البامبو ده اللي بنعمل منه الكراسي وبنعمل منه الترابيزات، وده الخوص ده اعتقد يعني ممكن بنشوفه في النايات بيتعمل يتعمل منه ناي، يتعمل منه حاجات كده. ده انا مقطعه لسه من ما فيش اسبوع، لسه لونه اخضر. طيب اتفضل. سؤال كده، الاخضر ده لازم استنى عليه لما ينشف ولا اقدر اشتغل بيه على طول؟ لا ينشف، ينشف الاول، ينشف عشان يبقى صلب، لما اقط القلم السن بتاعه ما يطراش معايا والحرف يفلت مني، ما يبقاش شكله جميل. طيب السؤال هنا برضو، انت اللي لازم كخطاط يعني تعمل الزاويه دي بايدك ولا بتشتري دي جاهزه مقطوشه كده؟ انا اللي عاملها بايدي كل لازم الخطاط المحترم لازم يقطش بايده بالظبط، لكن دي بتبقى جايه جاهزه بتتباع دي للمبتدئين يعني. لا وهي وفي اساتذه بيكتبوا بيها برضو مقطوطه جاهزه على الكتابه على طول، ولازم يبقى مشقوقه الشق ده عشان يشرب الحبر يوصل لهنا يكتب معايا اكبر كلمه او اكبر فتره. اسمها خاصيه الانابيب الشعريه. ايوه ان القلم يشرب بالزبط الحبر ونبتدي بعد كده نستخدمه بالظبط. طيب عندنا ايه تاني؟ في الخيط الحرير ده اللي احنا قلنا عليه اللي هو بيتحط جوه زجاجه الحبر عشان يبقى بقدر الامان انه لو الحبر سائل ومغمست فيه البوصه ممكن ينقط مني قبل ما اكتب. لكن لو الخيط الحرير ده موجود جوه ازازه الحبر نفسها بنسميها ليقه. اخد قدر مستطاع من الحبر قليل بحيث يخلص لي الحرف واعود الى الحبر تاني واكمل بقيه طيب الكلمه. طيب وانواع الاحبار؟ انواع الاحبار في احبار مصنعه يدويا من حاجات طبيعيه، وفي احبار معموله من حصى الجوز وبتتباع عند العطار طبعا، وفي احبار من بيقولوا هباب الاقدمين اللي هي كانوا بياخدوها من الأدخنة اللي طالعة، الرماد بتاعها بيتاخد وبيتعملوا منه أحبار اسمه الهبابة. هباب يعني الهباب ده اسمه على مسمى ما شاء الله. الخطاطين عارفين هباب الأقدمين. طب بص بقى كل زملائنا عايزينك تكتب لنا كده برنامج الحصاد. حاضر. برنامج الحصاد نكتبه طبعا عشان الأسهل والوقت وكل حاجة. هنكتبه خط الرقعة. بخط الرقعة. أيوة. أنا كنت فاكره الرقعة طالع الرقعة. الرقعة لأنه كان يكتب على رقعة من الجلد. أوكي. كمان بنقول الرقعة غلط ماشي. أيوة كان كنت بدي الرقعة. ورشة خط عربي فالأولاد بيقولوا لي مستر مستر مستر، فقلت لهم إحنا بندي خط عربي اسمها أستاذ معلم أي حاجة يعني يقولوا. فمع احترامي لكل المساتر يعني. لا طبعا. نقول حضرتك برنامج الحصاد. حاضر. أيوة. اتفرجوا على الجمال بقى على الفن. بيقولوا له مستر وهم بياخدوا حصه درس عربي. يا نهار ابيض. انا مش عايز اقول لكم والله يعني على حاجه غريبه حصلت لي مع بنتي والله لسه من كام يوم كده، كنت في البيت فلقيتها اتاخرت عن المدرسه، بقول لها ايه يا بنتي مش هتروح المدرسه؟ قالت لي بابا انا اسفه ما بحضرش الطابور. طبعا الموضوع ده يعني ايه لنا فيه اجراء باذن الله طبعا، ولكن اللي انا عايز اقوله يعني ايه النهارده طلبه ما بتحضرش الطابور، ويعني ايه طلبه ما بتقولش تحيا مصر، ولا طلبه بتقول تحيا جمهوريه مصر العربيه وتحيي العلم. الكلام ده يعني وانا بكتب الخط العربي لازم التاني وان انا ما اتسرعش عشان الحرف له نسب. ارتفاع الالف 3 نقاط، دخول الجزء بتاع النون او الباء نقطة ونصف، الراء لازم تكون بالشكل ده، الميم بالشكل ده، الجيم تشوف بستعدلها ازاي واخد الجيم من تحت. شوف وقف فين ورجع حط تاني حبر امتى اهو. شوف انا غمستها مرة واحدة اهي كده بداية كتابة حرف الجيم، هنزل حركة وعكسها بالشكل ده تمام، وألم الجزء ده وأتجه الاتجاه ده. الله عليك. تسلم. وأحط النقطة بتاعت كلمة برنامج. أيوة. الحصاد الألف اللي احنا قلنا
حوالي 3 نقاط مشطوف بالشكل ده. انا عارف ان حضرتك عايز انا ايدي بتحاول بصراحه عايز اكتب وادي الالف اللام. شوف اللام ارتفعت ازيد من الالف لسبب لان انا هنزل بالحاء والصاد فلازم الحاء فلازم من تحت تبقى زي الالف بالظبط. استعد لكل حرف قبل ما اكتبه. اوكي يعني الحرف بيوصل الحرف. هاجي الحاء بالشكل ده واعود لاسفل وهنزل. شوف الصاد هنا بتتكتب بطريقه ما حدش متخيلها شويه. شوف انا بعدت قد ايه وصعدت الصعود ده واكمل في الاتجاه ده الف وارجع تاني واكمل المشوار. الله على الجمال كده. اعود كده عشان السنه بتاعت الصاد. شايفين اصلا هو بيقف فين؟ هو بيقف فين عشان يعبي ما انا يعني خلاص كمان يبقى فيه ايديا كارنت كام يعني او تيار مستمر من الحبر بنفس الكثافه ما بقاش في حته ما فيهاش حبر وحته فيها بالظبط. يعني ممكن اجيب بقى الالف ده من اسفل او من اعلى. فواحد يقول لي من الاسفل اضمن. انا شفتك بتعملها بالاسفل استغربت بصراحه. فممكن اجيبها من الاعلى بس انشل صح انها تيجي لما تسمح يبقى عنده مشاكل في الموضوع ده جماعه. هنا هنا ايوه شوف التقينا الاثنين مع بعض صحيح بالشكل ده. في عيب بسيط اعالجه بسن الالم اسمه ترطيش. ترطيش اللي هي النقط اللي ما جاش عليها الحبر كويس الرعشه اللي في اللي هنا او هنا. وادي اسمه ترطيش. الدال بتاعتي بالشكل البسيط الجميل ده. الله عليك. ده انت اصلا كنت مجهز لنا كلمه مصر الزراعيه مش كده؟ انا عامل مصر الزراعيه والخط العربي فن جميل قبل ما اجي كتبتها لان اقل واجب نحوكم ان انا اعمل اسم القناه يعني. طيب انا عايز امسك القلم. تمام احط دي هنا مع دول كده. ايوه احطها كده عشان ركز بقى معايا يا سليمان شويه تاخد بقى دي عشان الورقه من اللي معايا عشان ده الكوشيل. طيب ده الكوشيل اللي بيمتص الحبر. طيب اللي هو انا عايزك بس ايه ما بيمتصش الحبر. ما بيمتصش. احنا هنقف اول حاجه اللي ماسكه القلم. تمام عايزك تقول لي بس انا ماسك القلم صح ولا غلط. طيب اشوفها. يعني احنا بقى عايز اتعلم منك كده درس. تمام يا فندم. هو انا عارف ان دي لازم تبقى كده. بص حضرتك اتجاه القلم اتجاه في زي لو انا حضرتك عملت زاوية 90 أيوة كده ونصها 45 أيوة هو ده بداية قطة القلم اللي هحطها عليه. أوكي وانزل في الاتجاه الأسفل ما حركش إيديا زي ما حضرتك شايف كده. أوكي يبقى تاني كده الكاميرا معاك عشان أظبط أظبط ظبطة قطة القلم تبقى فين. تاني أهو إحنا بنقول دي زاوية إيه؟ دي زاوية 90 أوكي 90 نصفها زاوية 45 نصفها 45 أيوة أيوة وهبتدي أقف بسن القلم بتاعي على الزاوية دي. يا خبر أبيض استنى طب نخلي أيوة أيوة كده أيوة كده أيوة كده أوكي أيوة يعني أنا برضه لا الميل شوية ميل شوية أيوة كده كده أوكي تمام وانزل على تحت وانزل على تحت أوكي ماشي ماشي أهو بص حضرتك أوكي أنا زي ما أنا واقف حلو هجرب اكتب هجرب اكتب اسمي بقى يعني زي ما ايوه ماشي ايوه كده الله يا سيدي الله شايفين يا رجاله ايوه ايوه قطع حبره اهو أيوة. طبعا انا يعني مش متخصص ولا عارف ايوه اقف فين ايوه تمشي بعرض القلم كمل أيوة. حضرتك ها كام لف لف كده. لف ايوه لا انزل لتحت خدها ايه لفه نص دايره كده ايوه حلو محاولات جميله محاولات ادينا يعني ايه ايوه ادينا بنحاول يا شباب تمام هو احنا بنقول ان طبعا الخط الاول مهاره تكتسب بالتدريب مع هوايه حب الرسم وابتكار الاشياء مع توجيه استاذ والله بحاول
تسلم ايدك تسلم ايدك على فكره تسلم ايدك لا والله شرف لينا والله هايل 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 الله يبارك. طب بص بقى انا عايزك قبل ما يعني عشان ما عنديش وقت خلاص تمام سمع. الام بقى اللي عندها اولاد بقى بيستعملوا الحبر في البيت وواقع منها الحبر على السجاده نعمل ايه بسرعه؟ اظن انت احسن واحد في الدنيا تغير السجاده يعني ياما غسلت ام صاها وبوظت لها بدل طبعا الاحبار اللي بنستعملها بتتمسح بالميه بالميه كويس ما ينفعش اجيب احبار صبغات وحاجات اشتغل بيها عشان اقدر اقشط وقت واقدر اعالج خطا ما الايد عملته يعني حباب الاقدمين ده بلاش في البيت والنبي لا بيقشط ده هو بيحل بالماء وبيقشط طب يعني وقع يعني على القميص على بنطلون تمام بصرف بيتغسل بالميه لكن لو في احبار ثابته ما بتتغسلش خلاص عوضك على الله في طبعا انت قلت عوضي على الله دي كتير كتير لا ده انا مبوظ لهم الدنيا كده الاستاذ رضا الانور بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك اسعدتني واسعدت يعني فيك. الالاف اللي بيتفرجوا علينا الله يخليك بفنك وبذوقك ربنا يخليك ده من نصايحك واتمنى ان هذا الفن لا يغيب عن عيوننا ابدا لانه جزء من تراثنا وجزء من ثقافتنا واللي بدون تراث وبدون ثقافه صدقوني ملوش ثمن صح ملوش ثمن هويه ملوش هويه هوية. بره ممكن يرحبوا بيك لكن انت مين انت انت مين اصلا انت ايه تراثك ايه ثقافتك لما تتخلى عنهم وتتفرنج مش هيبقى لك هويه هتبقى عامل زي الغراب اللي دهن نفسه ابيض فلا بقى حمامه ولا بقى غراب ارجعوا لاصلكم وافتكروا دايما ان احنا لنا اصول نعتز بيها بشكرك شكرا جزيلا بكرر شكر لحضرتك استاذ رضا الانور نورتني النهارده الفنان الجميل ده نورك وترحم على اساتذتنا اللي علمتنا واشكر اساتذتنا اللي موجودين حاليا ربنا يبارك فيهم ويديهم الصحه انا نفسي الوفاء ده كمان يكون طبع كل اللي بيتفرجوا علينا ودايما يكون ترحم على والدي وترحم على والدي ووالدتي والدي من مواليد شارع المعز لدين الله الفاطمي وانا مواليد السيده زينب فمتاثر فينا كده خط تمام انا كده عرفت انت جايب الخط بس منين بس خلص دلوقتي ونطلع الحسين انا وانت شكرا ده شرف ليا والله شكرا أعزائي المشاهدين يا رب تكونوا انبسطتوا النهارده واستمتعتوا بحلقتنا في يكون في خبر مهم عجبكم يكون في معلومه جديده اكتسبتوها يا رب يكون كل فقراتنا النهاردة أطفت عليكم الإفادة والمتعة وإلى أن نلقاكم بإذن الله لكم مني ومن طاقم العمل كل التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.